FM. الكلمة ليك. لطفي بوشنيق عمره ما قال أنا ممثل. كيجيه طلب تفاعل معه، كان نجاح كبير في صندوق عجب، في مكتوب يمكن أقل، فما ناس حبته خاطر تحب لطفي، وفما ناس عندهم نظرة للأداء نتاعو، للأداء ما لقاوش كما كانوا يتمنوه. ولكن هذا تعرف انت في العالم مجمع راهو المطربين يمثلوا والممثلين يمثلوا، وتشوف العديد من الممثلين الكبار من المطربين الكبار ومطربات قاموا بادوار في السينما وفي المسرح. شنو رايك رؤوف بن عمر يغني في مكتوب؟ وي بيان سور، في دور لطفي بوشنياق في مكتوب. اي بديت تصور في المسلسل؟ صورت عدني كملت. عاد كملت صحيح. اي باش شنو وصلت لك انت في مكتوب؟ اعطينا بونغو بيزل قبل ما تعدي في رمضان. ما غنيتهمش جامي. لا والله مره غنيت صباح دارو ونهار غنيت فيه صباح بكري، ماش متعود انا على الغناء هكا. شنو في المسلسل تغني ولا تغني؟ لا نغني نغني ونعزف. صوابع يتحركوا فوق العود وحمد بن عثمان. واضح تمويه معناتها. اي معناها لكن صوتك تغني بصوتك. شفتي عندي وذن موسيقي بيصير بصوتي. اعطينا حاجه هيك في مكتوب غنيت. والله اقصر خليك تشوف العبيد معناتها. اقصر حاجه نقولها لك هي حطوي البلاد والليالي وحعدي الموج العالي، ده انا سندباد الهلالي فارس عليهم. الله 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 الله. رؤوف بن عمر قريبا فنان في مكتوب على في رمضان. كابا فن الكلمة ليك.